الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. لتسخير الناس إليك بإذن الله، أن تقول 100 مرة في الصباح وفي الليل، تقول سبحان الله الملك وبحمده، اللهم سخر لعبادك. سبحان الله الملك وبحمده، اللهم سخر لعبادك. سبحان الله الملك وبحمده، اللهم سخر لعبادك. تقولها 100 في الصباح و100 في الليل، هذا عدد صغير تستطيع أي شخص يقوله. يسخر لك الله العباد بإذن الله لخدمتك بإذن الله فيما يرضي الله، تسخير الناس إليك بإذن الله. من أراد هذا الورد فليواظب عليه يوميا، 100 في الصباح 100 في الليل، يرى النتائج إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.